تريدين التخلص من القمل والصيبان، تريدين أن تتخلصي من هذه الحشرات بسرعة، تريدين أن تريحي أطفالك من هذا المشكل وأن تتخلصي منه للأبد. في هذا الفيديو ستجدين الحل، وصفات رائعة جدا ستعمل على تخليص شعر أطفالك من هذه الحشرات للأبد. نأخذ وعاء زجاجي ونأخذ الفازلين، سأخذ مقدار يعني قليل فقط لأريكم الوصفة. في حال كان الشعر طويل يمكنكم استعمال كمية أكبر من الفازلين، ثم سأضيف للفازلين خل التفاح. يمكنكم في حال عدم توفر خل التفاح يمكنكم استعمال خل العادي، لكن خل التفاح سيكون رائع جدا لفروة الرأس وأيضا لطرد يعني القمل. سأضع مقدار من خل التفاح يعني تقريبا نفس كمية الفازلين. طبعا الفازلين والخل لن يذوبا معا، لذلك سنعمد لاستعمال يعني حمام مائي. إذا سأضع الماء الساخن لنذوب هذه المكونات، ثم نبدأ بالخلط. نخلط بهذا الشكل حتى يذوب الفازلين ويمتزج مع خل التفاح. هذه الخلطة ستعمل على طرد الصيبان والقمل المتواجد في فروة الرأس. كما تعرفون العديد من السيدات تعمد إلى عمل يعني مواد قوية على فروة الرأس توضع على فروة الأطفال، وهذا أمر خطير جدا جدا. هذه الوصفة آمنة جدا، سترطب الشعر، ستقضي على القمل وتطرد الصيبان، يعني هي آمنة جدا كما ذكرت، كما ستخلصكم من تقصف وهيشان شعر الأطفال. سأستمر هكذا حتى يذوب الفازلين. إن لاحظتم أنه لا يذوب قوموا بوضع الكل كما فعلت أنا على النار. لاحظوا كيف أصبح المزيج، سيصبح سائل وسيذوب الفازلين بكل سهولة. طبعا يجب أن يسخن الماء جيدا ومن ثم يسخن الخل، وبالتالي سيذوب الفازلين وسنحصل على هذا الخليط. بعد أن يذوب نزيله طبعا من الماء، نتركه ليصبح دافئ، وبعد ذلك نقوم بتوزيعه على كامل الشعر، على شعر الأطفال طبعا، لأن الأطفال يعانون بكثرة من القمل، وحتى إن كان يعني شخص بالغ يمكنه عمل نفس الطريقة. نقوم بتوزيعه على كامل فروة الرأس لأن فيها يكون يعني القمل متجمعة، وفي حال كان منتشر على كامل الشعر يمكنكم وضعها على كامل الشعر. نتركها لمدة ساعة واحدة، وبعد ذلك نقوم بشطف الشعر يعني بالشامبو يعني بالطريقة المعتادة، نقوم بغسل الشعر. نستمر يوميا على هذه الوصفة لمدة أسبوع كامل حتى نضمن أن يختفي القمل والصيبان بالمرة. بعد ذلك سنقوم بعمل وصفة ثانية سأقوم بتقديمها لكم حتى تضمنوا أن تتخلصوا 100% من هذه الحشرات المزعجة. في نفس الكسرولة التي بها ماء ساخن سأضع فيها مقدار ملعقة صغيرة من الخزامة يعني حسب كمية الماء، إن كان وضعتم ماء أكثر يمكنكم وضع ملعقة كبيرة من الخزامة. هي رائعة جدا للتخلص من القمل والصيبان، رائحتها نفاذة كما أنها تعمل على خنق هذه الحشرات. ثم سأضيف أكباش القرنفل، هي الأخرى رائعة جدا، كلها تحتوي على زيوت عطرية ستعمل على قتل هذه الحشرات وإبعادها تماما عن شعر الأطفال.
نضع المكونات على النار ونتركها لتغلي جيدا حتى ينقص حجم الماء قليلا. بعد أن غلت المكونات جيدا لاحظوا كيف أصبح لون الماء. سنقوم الآن بتصفيتها. ونتركها لتبرد قليلا. نضع هذا المحلول في بخاخ حتى يسهل استعماله على شعر الأطفال. هذا البخاخ سيعمل على طرد السيبان المتبقي من بعد الوصفة الأولى، كما أنه سيخنقه ويقتله تماما. بالإضافة إلى ذلك، هذا البخاخ سيعمل على تطويل شعر أطفالكم وسيجعله كثيف وذو رائحة عطرة، هو رائع جدا. تقومون برشه 3 مرات خلال اليوم، في كل مرة ترشونه على فروة الرأس. يجب التركيز على فروة الرأس لأن بها يعني تعيش هذه الحشرات، كما ذكرت سيخلصكم من كل هذه المشاكل. بالإضافة للوصفة الأولى، ستعمل على ترطيب شعر الأطفال، على القضاء على الهيشان وعلى التقصف كما ذكرت، بالإضافة إلى أنها ستطرد كل السيبان والقمل. هي وصفة مجربة ورائعة جدا جدا، سبق تجربتها من أحد الأقارب وأعطتها نتيجة أكثر من رائعة، لذلك ارتأيت أن أتشاركها معكم حتى أنتم أيضا تتخلصوا من هذا المشكل ولا تقوموا بأذية أطفالكم، لأن البعض يستعمل بعض المواد الكيماوية القوية أو حتى مواد التنظيف على فروة شعر الأطفال. استمروا عليها حتى بعد يعني أسبوع، قوموا بالاستمرار برش هذا المحلول على شعر الأطفال، كما ذكرت سيطول شعرهم ويجعله كثيف وبرائحة عطرة جدا جدا. أتمنى أن تجربوا الوصفة. إن كان لكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو، وشكرا على المشاهدة.